الشرط الأول لصحة البيع هو الرضا، والمقصود بالرضا رضا البائع ورضا المشتري المتعاقدين، سواء قلنا المستأجر والمؤجر، الوكيل والموكل، الكفيل والمكفول، كل هذه لابد من الرضا، لابد من الرضا. إذن أول شرط لصحة هذه العقود، ونحن الآن نتكلم عن البيع، سيبدأ الكلام عن البيع. أول شرط في صحة البيع أن يكون الرضا بين البائع والمشتري. فإذن إذا تم البيع عن إكراه لا يصح البيع، عن غصب لا يصح البيع. يعني واحد قال له بع هذه السيارة وإلا قتلناك، أو وإلا ضربناك، وإلا أحرقنا بيتك، قال بعت هذه السيارة، هذا البيع لا يصح حتى لو وقع وختم وأبصم وكل شيء، ما يصح البيع. لماذا؟ لعدم وجود الرضا، لعدم وجود الرضا، سواء كان البائع أو كان اشتر كذا وإلا فعلنا بك، ما يصح البيع، لأنه فقد شرطا من شروطه، بل من أهم شروطه ألا وهو الرضا. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إذا لابد أن يكون الرضا، فإذا لم يكن رضا فلا يصح البيع. هذا الشرط الأول.